حياكم الله مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. وبداية نبدأ الحصاد من أبرز وأهم ما فيه. إذن مشاهدينا، الموازنة الثلاثية منجز كما عدها المراقبون بعد انتظار شاق والتحديات وضعت لعرقلة تمريرها، فاستجاب لتحقيق مبتغى المواطن وما له من أهمية تسعى الحكومة إلى تمريرها بالسرعة الممكنة من خلال حل الخلافات العالقة بين الأطراف السياسية التي وضعت العصا في عجلة سيرها سابقا. وأمام هذه الانفراج السياسية وتصفير الأزمات بين المركز والإقليم، فإن استكمال قراءتها في مجلس النواب تبدو قريبة، بما يقرب أيضا من ساعة صفر ولادتها، ويشرع الباب لدخولها حيز التنفيذ بمضامينها الخدمية التي حاكت الأولويات الحكومية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فإن كركوك مدينة التنوع والفسيفساء العراقية تعيش أزمة حقيقية مع إلغاء المادة 35 من قانون الانتخابات، والذي يستكمل المجلس النيابي في جلساته التعديلات مخاطر تصل حد تهديد حظوظ البقاء السياسي للمكونات، خاصة في غياب أرضية المعالجات لهذه الثغرات، والتي ما تزال محط الاعتراضات لما تمثله من نسف للمكتسبات السياسية، في حين تشير هذه المكونات إلى خيارات ضمن سقوف الدستور بينها مقاطعة الاستحقاق الانتخابي. إذا مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. مشاكل مزمنة عالجتها الموازنة التي تضمنت الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وشمول شريحة كبيرة بالمستحقات المالية، إلا أن أعين ترنو صوب البيت التشريعي لتمريرها وتنفيذ مطامح المواطن، خاصة بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. المزيد في تقرير نهى الشمري. أجواء إيجابية أشاد بها المراقبون إزاء تمرير قانون الموازنة لهذا العام، يعزها إلى السرعة في إقرارها من قبل مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان بعد انتظار طويل من قبل الشارع العراقي. لكن التفاهمات بين الأقطاب السياسية هو الجزء الأخير الذي تنتظره الموازنة لتمريرها، خصوصا الاتفاقات بين كردستان وبغداد بشأن مستحقات الإقليم في الموازنة وحصته بالنفط لابد أن تخضع لرضا واتفاق الطرفين. فبعد فترة انتظار طال أمدها رافقها ترقب شديد لتضمين عدة فقرات في الموازنة العامة تصب في مصلحة المواطن، من المتوقع أن تخرج بعد سلسلة النقاشات المحتدمة من الشد والجذب كما عهدناها في السنوات السابقة، درجت فيها تفاصيل تلامس حياة الأفراد. لكن الخلافات بين المركز والإقليم الخاصة بتقديم الضمانات للتسليم الأخير ما بذمته من مبالغ أوقفت سير عجلة تمرير الموازنة إلى ما هي عليه الآن من التأخير. أما تكهنات ذوي الشأن وترجيحاتهم تشير إلى استغراق الموازنة وقتا لإنهاء الاستحقاقات كافة وتحقيق التوازن على صعيد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وإدراج الأهداف الرامية إلى تحقيق طموح الشارع، بما ينسجم مع الرؤية التي طرحت في البرنامج الحكومي لإعداد الموازنة وتلبية متطلبات المواطن وتقديم الخدمات. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا للصوت والصورة من بغداد، مستشار أو الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور. أهلا. وكذلك ترحيب بمستشار المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية الأستاذ علي فضل الله. أهلا بكم سيد علي. حياكم الله سيد الكريم. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، ما هي أسباب تأخير الموازنة في البرلمان بعدما ما تم إنجازها من قبل الحكومة وأرسلت إلى البرلمان؟ هل هناك نقاط أو فقرات قد تكون أو مؤشرات اقتصادية تسبب تأخيرها؟ شكرا جزيلا أستاذنا العزيز، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم الأخ العزيز أستاذ علي ولكل المشاهدين الأكارم. الحقيقة أنا لا أرى هناك نقاط خلافية ستثار حول الموازنة، حتى وأن أثيرت فأنا أعتقد أن الموازنة ستمرر بسرعة طالما تحالف إدارة الدولة هو من مرر الموازنة في مجلس الوزراء بسرعة، يعني
تكاد تكون منقطعة النظير لأول مرة أنه تمرر الموازنة خلال ساعة يمكن في اجتماع مجلس الوزراء. نعم. وبالتالي أيضا أتوقع أنه تمرر بالبرلمان أيضا سريعة، يعني ربما تثار موضوع الإقليم وتخصيصات الإقليم وتسليم نفط الإقليم والضمانات الملزمة للإقليم لتسليم النفط، خاصة وأنه الفقرة التي وردت في الموازنة العامة لا تزال فقرة مبهمة تحتاج إلى تفسير وتوضيح، لأنه يسلم النفط والحسابات النفط يفرض لها حساب مصرفي، خول السيد رئيس الإقليم بيسحب منه أو من يخوله، لكن ما هي الضمانات على أنه هذه يتم تسليمها للحكومة الاتحادية أو يتم خصمها من حسابات الإقليم من الموازنة العامة؟ فهذه ممكن أن تكون الإشكالية. ممكن أيضا أن تثار إشكالية أنه المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط تخصيصاتها في مشروع البترودولار أقل من تخصيصات أو من استحقاقات الإقليم. طيب. اللي حصل عليها. نعم. طيب في هذه الحالة شنو الأسباب اللي تستدعي رئيس البرلمان يحتفظ بالموازنة حتى الآن أو بمسودة الموازنة ولا يرسلها إلى اللجنة القانونية أو المالية لدراسة وقراءتها؟ يعني أنا ما عندي حقيقة تفسير لأنه أنا لست مطلعا في تفاصيل الأمور، لكن أنا أعتقد أنه هي الأسبوع الماضي أرسلت وتوزعت. أنا الحقيقة أنا وصلتني نسخة من الموازنة بتفاصيلها الكاملة بجداولها الكاملة، فأنا أعتقد أنه اللجنة القانونية واللجنة المالية صرحت أكثر من مرة على اطلاع كامل بتفاصيل هذه الموازنة. ربما أنه أعتقد أنه يعني ينتظر سيد رئيس البرلمان تمرير قانون الانتخابات ثم بعد ذلك يتم التفرغ تماما لموضوع الموازنة. طيب يمكن أستاذ علي فضل الله عنده معلومات بهذا الموضوع. أستاذ علي أهلا بك مرة ثانية. تعتقد أكو مساعي أو إرادات سياسية في البرلمان لعرقلتها أو المساومة على بعض النقاط التي ربما كانت خلافية بالماضي؟ ابدا. تحيه لحضرتك سعد بشار ولضيف الكريم الاخ الزميل دكتور عبد الرحمن ولكل مشاهدي قناتكم الكريمه، شهر مبارك على الجميع وصيام مقبول. للاسف يبدو انه دور رئاسه البرلمان منذ الدوره السابقه ولحد هذه اللحظه هو دور للاسف دور معرقل لتقدم او حقيقه سعي لعدم تنفيذ السلطه التنفيذيه لبرنامجها من خلال عدم إقرار موازنة بهذه الطريقة، من خلال عدم يعني إرسالها للجهات ذات العلاقة سواء اللجنة المالية أو اللجنة القانونية. وبالتالي من يتحمل وزر التأخير برأيي الآن دون أن يكون هنالك مبرر ظاهر هو رئاسة البرلمان. إذا تسألني ليش، قطعا الجانب السياسي قد يلعب دور في هذا الموضوع. كلنا يعرف أن هنالك مشاكل كبيرة داخل البيت السني وهنالك اعتقاد خصوصا من قبل رئاسة البرلمان من قبل السيد الحلبوسي أن هنالك أطراف شيعية بدأت تتدخل في موضوع شق الصف السني. هذا حقيقة تفسير وتحليل وليس معلومة. لذلك من باب الضغط ومن باب المساومة كلا يكون هنالك ضغط كبير في هذا الجانب، هو يضغط يعني برأيي على الإطار الشيعي للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمات داخل البيت السني والعمل حقيقة على عدم استقرار بحساباته. طبعا هذا الموضوع برأيي هو حصرا مشاكل سنية كما أن هنالك مشاكل داخل البيت الشيعي وهنالك مشاكل داخل البيت الكردي. لذلك هي ورقة ضغط برأيي تمارس على الإطار الشيعي وبالتالي تنعكس سلبا أنا برأيي على أداء الحكومة وتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تنعكس سلبا على حياة المواطن العراقي الذي ينتظر سواء الموظف أو حتى القطاع الخاص إقرار الموازنة، لأن هنالك استحقاقات كبيرة مترتبة على موضوع الموازنة. طيب في هذه الحالة سيد علي، يعني هل هناك مؤشرات على الاتفاق السياسي حول تمريرها أو شكل هذه الموازنة مع وجود تحالف إدارة الدولة وتماسكه حتى اللحظة؟ يعني هو من المفترض يعني وأشار إليها دكتور عبد الرحمن، حقيقة لأول مرة يحصل في عمر الحكومة العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن أن تمرر بهذه السرعة، والأهم مررت لثلاث سنوات، وهذا الموضوع حقيقة ينقل أداء الحكومة من الجانب التكتيكي للأداء الاستراتيجي باعتبار أن الموضوع سوف يعطي أريحية كبيرة جدا للسلطة التنفيذية في موضوع أداء التزاماتها في موضوع تنفيذ المنهاج وكذلك البرنامج الحكومي. قطعا تقول لي هل هنالك مساعي؟ أنا برأيي أن هنالك من المفترض اجتماع قريب لائتلاف إدارة الدولة للوقوف على أهم الأسباب التي
تجعل او هنالك مسببات او مسوغ لتاخير تقديم قانون الموازنه، مشروع قانون الموازنه عفوا، الى اللجان المختصه، وبالتالي قراءته من قبل البرلمان او عرضه على البرلمان من اجل التصويت عليه. اعتقد هذا الموضوع خلال الايام القادمه من المفترض ان يحل، لان هذا ياثر سلبا، انا اكرر، على اداء السلطه التنفيذيه في المرحله القادمه. طيب اعود لك دكتور عبد الرحمن من الجانب السياسي. دكتور، يعني تم اعتماد سعر برميل النفط عند 65 دولار، طيب مو اكو ثمه متغيرات قد تشكل 70 خطر؟ 70 يعني تم اطلع على الموازنه. نعم 70 دولار. طيب هذا يعتبر اعلى من ال 65 دولار، هذا ما يشكل خطر اكبر في حال وجود متغيرات اقتصاديه عالميه؟ شوف، هو هذه طالما هي تخطيطيه، احنا شوف ما عندنا مشكله في كل الارقام، حتى اذا خلينا 50 وممكن ان يهبط الى اقل من 20، يعني هذا متوقع مرتبط بالازمات السياسيه والازمات الاقتصاديه اللي يعيشها العالم. لا. يعني انا اعتقد انه وزاره النفط قدمت سعر التحفظ اللي هو 65 دولار، لكن توقعاتي انه حتى يخفض العجز رفع سعر برميل النفط الى 70، باعتبار انه مضت 3 اشهر وهو مستقر اعلى من ال 78 او ال 79 دولار، ويتراوح كان بين ال 85 وال 78. نعم. اليوم بسبب الافلاس اللي شهدتها مصارف عالميه والتوقع بانهيار مصارف اخرى، هو اللي ادى الى تراجع الطلب وتراجع اسعار النفط الى يعني اليوم الان هو 75، يعني وصل في بعض الاحيان 72. ربما ينخفض أكثر خلال الأيام القادمة إذا ما استمر تساقط المصارف واحد من بعد الآخر نتيجة ارتفاع سعر الفائدة. إذن متغيرات اقتصادية ومخاطر كبيرة، لكن دكتور هذا ليس عيبا في الموازنة العامة. هو ممكن أنه إحنا أصلا 190 197 198 تريليون، أنا ما أتوقع أن الحكومة تستطيع أن تنفذ 80% مثل ما مرسوم إلى كل الموازنات. أنا اشتغلت طيب على الموازنات من 2004 إذا تسمح لي، عمر التشغيليه ما وصلت نسبه الانجاز الى 85% تشغيليه، الاستثماريه في معظم الاحيان واحسن الاحوال كانت 15 الى 20%، لكن طالما ان الموازنه ثلاثيه هذه السنه اتوقع ان التشغيليه ربما الاستثماريه ربما تصل الى 70 او 80% والتشغيليه ربما تصل الى 90%، ولكن بكل الاحوال احنا ما راح نوصل 100% واللي هو تقريبا يعادل الفرق اللي موجود بين. طيب الدخول مع الدخول في فصل الصيف، انخفاض الطلب نسبيا على النفط عالميا، كيف يمكن تجنب مسار هذه المخاطر ان وجدت؟ لا، هو مو دخول الصيف هو اللي مؤثر على اسعار النفط العالميه، الحقيقه احنا الان نبيع للشهرين قادمه، يعني العقود دائما عقود النفط هي مو عقود فوريه، عقود اجله نسميها، بعد شهرين يتم التنفيذ، يعني احنا الان نتعاقد على تصدير النفط بالشهر الخامس او ابعد من الشهر الخامس، هذا الامر متوقع، الطلب على النفط مستوى باقي ومستوى ثابت يعني، لكن اكو متغيرات اثرت عليه، مثلا تحول الصين والهند من شراء النفط من الشرق الأوسط إلى الصين، إلى النفط الروسي، شراء النفط الروسي باعتبار أن هناك عرض كبير، فتحول الصادرات العراقية باتجاه أوروبا وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أي متغير بالنفط عن معدل الطبيعي إذا انخفض عن 70، طبعا احنا بنبيع أقل من 70، إذا صار ب70 احنا نبيع معناتها ب63 أو 64، أي دولار عن المتوقع يخسر الموازنة مليار ونصف دولار طيلة العام. فأتوقع أني أتوقع أنه هذه من الأمور المحسوبة، يعني بصراحة يعني اللي أكو هامش للحركة في هذا الموضوع. نعم. طيب سيد علي، بحسب نواب أن المجلس سيبدأ بمناقشة مشروع الموازنة بعد استكمال قانون مجالس المحافظات، هذا ما يعتبر مؤشر على وجود نية للمساومات والربط ما بين قانون الموازنة وقانون مجالس المحافظات؟ قطعا احنا العملية السياسية وللأسف دائما قائمة على المساومات وليس التوازنات، وهي مشكلة كبيرة جدا برأيي تؤثر سلبا، لكن اليوم أنا برأيي الإطار تحديدا وهو قلب الآن البرلمان ويمتلك أغلبية مريحة داخل البرلمان العراقي، لذلك موضوع المساومة برأيي من المفترض أن يغادر، كلف العراق كثيرا بصورة عامة، وكلف برأيي القوى الشيعية أو الجغرافيا الشيعية كثيرا، اليوم من المفترض أنه الأهمية
تقدم للموازنة، لأن حتى قانون الانتخابات عندما نفكر بإقراره من المفترض يحتاج إلى جوانب مالية ولوجستية لا يمكن المضي في تنفيذه إلا من خلال وجود الموازنة. لذلك يجب أن تقدم الموازنة برأيي على كل القوانين الآن، وهي الأهم إذا كان فعلا أكو احترام لتقديم الأولويات والعمل بسياسة الأولويات. قانون الموازنة هو قانون القوانين، عمل الدولة العراقية برأيي الآن يرتكز على إقرار مشروع قانون الموازنة للمرحلة القادمة. أنا أكرر، الإطار برأيي يدرك يعني حجم التحديات وحجم المساومة من بعض القوى السياسية، لذلك لا أعتقد أنه يعطي مجال في موضوع لفترة معينة. إذا لم يكن هنالك احترام لموضوع إرادة الشعب والمصالح المشتركة قطعا فالإطار قادر أن يعقد الجلسة ويمضي بإقرار قانون الموازنة، طبعا من خلال الضغط على رئاسة البرلمان. يعني الآن الإطار عند البديل في هذا الموضوع حتى في رئاسة البرلمان. برأيي إذا هنالك مماطلة متعمدة من قبل السيد الحلبوسي قطعا الإطار سيكون لديه معالجة في المرحلة القادمة. طيب، بالنسبة للموازنة والبرنامج الحكومي وتلبية متطلبات الشعب، ما مدى ملائمة واستجابة مشروع الموازنة العامة الحالية لأولويات البرنامج الحكومي؟ أستاذ علي. عفوا أستاذ بشار، لكم السؤال أستاذ علي، ما مدى ملائمة واستجابة مشروع الموازنة العامة لأولويات البرنامج الحكومي التي حددت مسبقا؟ لا، هي نقطة مهمة بالمناسبة. يعني إقرار أو إعداد مشروع قانون الموازنة ارتكز على تنفيذ البرنامج الحكومي، لذلك الحكومة جادة أيضا في موضوع التوأمة ما بين الحسابات النظرية والحسابات الواقعية. قطعا أن هنالك حسابات دقيقة للمضي في تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال إقرار موازنة. هذا ما ذكرته في بداية كلامي، أن الحكومة تؤكد حقيقة على أنها ماضية في تنفيذ البرنامج، والبرنامج حقيقة يطمح إلى صناعة رفاهية ولو بالحد الأدنى للمواطن العراقي، باعتبار أنه عانى كثيرا في موضوع الفقر وموضوع البنى التحتية. لذلك البرنامج الحكومي متسق إلى مرحلة كبيرة جدا مع مشروع قانون الموازنة، والحكومة كانت جادة في هذا الموضوع من خلال وجود توأمة ما بين الحسابات النظرية والعملية في موضوع إقرار أو إعداد مشروع قانون الموازنة. طيب دكتور عبد الرحمن، الموازنة موازنة ثلاثية لثلاث سنوات قادمة، لكن هناك متغيرات اقتصادية كما ذكرنا وكما هو معلوم، متغيرات اقتصادية عالمية وسريعة جدا أحيانا تكون. ما مدى تصميم هذه الموازنة باعتبارك اطلعت على نسخة من هذا المشروع؟ ما مدى ملائمة هذا المشروع لهذه المتغيرات التي قد تحصل ومن المتوقع أنها تحصل؟ هو مثل ما أشار أستاذ علي، الموازنة جاءت متطابقة مع البرنامج الحكومي للحكومة الحالية الحقيقة في كل المفاصل اللي أنا طلعت عليها وتابعتها بالموازنة العامة. القانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أجاز في المادة الثالثة أعتقد ثانيا لوزارة المالية ووزارة التخطيط أن تقدم خطة استراتيجية لثلاث سنوات قادمة، ولكن في المادة الرابعة أشار إلى سنوية الموازنة التي تبدأ في يوم 1/1 وتنتهي يوم 31/12، وكمل المادة. طبعا هم معظم السادة البرلمانيين اللي صوتوا على القانون الإدارة المالية هم موجودين بالبرلمان الآن، واللي أسمع أنه كثير منهم دا يعترض. كمل المادة نص المادة أشار إلى أنه يجوز لوزارة المالية أن تقدم ووزارة التخطيط أن تقدم موازنة لمدة ثلاث سنوات. هذه الموازنة للسنة الأولى لسنة 23 هي وجوبية باعتبار أنه أرقام فعلية، أرقام تخطيطية على متغيرات فعلية حصلت ويتوقع أنه سيتم تنفيذها وتطويرها. لكن 24 و25 هي تأشيرية أو تخطيطية قابلة للتعديل وفقا للمتغيرات الاقتصادية، ومع التركيز يعني في نص المادة ضرورة مراعاة سعر برميل النفط والكميات المنتجة. يعني هذه وضحتها المادة 4 من قانون الإدارة المالية، وحتى السيد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي لإعلان الموازنة أشار إلى هذا الموضوع، أنه هذه السنة وجوبية لكن هي كل الأرقام التي ترد في الموازنة. أنا ما أعتقد مثلا ينخفض سعر برميل النفط وراح تبقى الموازنة على نفس الأرقام، لأنه يفترض نفس الأرقام تكون موجودة إذا ما حصلت متغيرات، أو ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من $100 راح تبقى نفس التخصيصات ونفس كل الأمور ستكون
وفقا للمتغيرات الاقتصاديه، المتغيرات السياسيه على الارض اللي موجوده، هي اللي راح تحكم تنفيذ الموازنه لعام 24 وعام 25. لكن انا الحقيقه ميال ومقتنع، وكنت اطالب بموضوع ثنائيه الموازنه منذ عام 2014، لانه الصراعات السياسيه تنعكس في تاخير اقرار الموازنه. هنا الموازنه الثلاثيه دكتور عبد الرحمن، هل ستكون فرصه امام الحكومه لتحقيق برنامجها؟ عندها موازنه وعندها وقت طويل لتحقيق هذا البرنامج في الموازنه التي حددت من قبلها حاليا. نعم سيد العزيز، شوف احنا الان بنهايه الشهر الثالث، ولحد هذه اللحظه الموازنه لم تقرا القراءه الاولى في البرلمان، وراح نحتاج لنا اقل شيء هم شهر، ونحتاج شهر لاصدار التعليمات، يعني راح يكون تقريبا في نهايه الخامس. طبعا هذا مثل كل السنوات الماضيه، ربما يتقدم 15 يوم 20 يوم 10 ايام، وبالشهر التاسع نبدا الاعداد للسنه الجديده. فخاصه بالجانب الاستثماري، شوف التشغيلي رواتب واجور ماشيه، حتى وان لم تقر الموازنه كنا نمشيها 1 على 12، لكن بالجانب الاستثماري تتوقف كل التخصيصات. هذه الموازنه المستمره راح تنطي مرونه للحكومه انه المشاريع سيبقى الصرف عليها حتى وان لم تقر الموازنه. هي مقره اصلا ومقره اصلا سنه ال 24، وبالتالي سيبدا تنفيذ دون الرجوع الى البرلمان، يعني راح تبقى الموازنه مستمره وكانه مقره بالشهر ال 12 من كل سنه. فهذا راح ينطي مرونه للحكومه لاكمال المشاريع، تدوير التخصيصات اللي موجوده اللي اشارت لها الموازنه أن المحافظة سواء كانت في تنمية الأقاليم أو تخصيصاتها الاستثمارية اللي لم تستكمل الصرف خلال عام 23، ممكن تدويرها للعام اللاحق حتى تستمر المشاريع وتستمر الصرف. لأنه يا سيد العزيز، إحنا بال14 توقفت ماكو موازنة، بال20 ماكو موازنة، بال21 تتوقف كل الحياة. احنا لحد هذه اللحظة نشهد ركود اقتصادي شديد من عام 2013. هذه الموازنة انا اعتقد راح تنطي مرونة وديمومة للسوق انه يتحرك، لانه احنا قتلنا السوق المحلي بصراحة، كلها مرتبطة بالموازنة العامة، كل الحياة كل الاعمال مرتبطة، يعني اي اللي تروح عليه بالسوق ينتظر الموازنة، الموظف ينتظر الموازنة، الحكومة تنتظر الموازنة. فبالتالي انا اعتقد انه يجب ان نغادر هذه التأخير وهذا عدم الاقرار للموازنات، والصراعات السياسية تنعكس على الجانب الاقتصادي. خلوا الحياة تمشي بشكل اعتيادي باقرار موازنة ثلاثية ثنائية، وهي راح تراعي كل المتغيرات اللي موجودة. نعم دكتور علي، يعني يبدو أن هناك إيجابيات كثيرة بهذه الموازنة، وعلى قولتهم الحكومة حتى تخلص من ضغط الموازنة كل سنة أقرتها لثلاث سنوات، لكن شنو أسباب اعتراض بعض الأطراف السياسية على موازنة ثلاثية؟ شو أستاذ بشار، احنا دائما نذكر هاي العبارة، لا يوجد قانون في كل العالم يرضى الجميع قطعا، أنه حتى الكتب السماوية لن ترى حقيقة الموافقة والقبول من كل البشرية، قطعا هنالك اعتراض. لكن المؤسف حقيقة، من المفترض أن يكون الاعتراض يعني وفق مصالح وطنية، مصالح عليا، لا أن تكون الاعتراضات وفق مصالح شخصية أو حزبية. بالتالي هذا الموضوع سوف ينعكس على الجميع. برأيي لا زالت بعض القوى تعمل دائما على جعل النظام السياسي هش، وتعمل على إضعاف أداء الحكومة أمام المواطن العراقي. ما نحتاج اليوم هو مد جسور الثقة ما بين المواطن والطبقة السياسية، وجسور الثقة لن تتحقق إلا من خلال وجود أداء حقيقي يتناغم ومطلب الشعب العراقي. وللأمانة أنا برأيي مطالب الشعب العراقي لحد هذه اللحظة هي مطالب مقبولة وبسيطة، وهي بالحد الأدنى من اللي يتكلم عنها الدستور. الدستور يتكلم عن قرابة يعني أكثر من 20 مادة عن الحقوق والحريات. من ترجع على أرض الواقع، قطعا هذه المواد كلها لا يوجد لها تشريع لخدمة المواطن العراقي. قانون الموازنة الحالي برأيي ولمدة 3 سنوات سيعطي مساحة وأريحية ومرونة كبيرة جدا، يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ الحد الأعلى وليس الحد الأدنى مما ذكرته في البرنامج الحكومي. لكن وللأسف نشاهد أنه لا زالت هنالك قوى سياسية تعمل على عرقلة أداء الحكومة من خلال عدم إقرار بعض القوانين، لا سيما مشروع قانون الموازنة، وأنا أكرر يعتبر العمود الفقري لأداء الحكومة سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية للمرحلة القادمة. لذلك نحتاج إلى تعاون وإيثار، ونحتاج إلى أن نترك الخلافات على جانب ونقدم مصلحة البلد والمواطن، ونجعل من عندها هي المصلحة الأكبر. وبرأيي تحقيق مصلحة المواطن من خلالها تتحقق المصلحة الشخصية للسياسي وحتى المصلحة الحزبية، لأن هي المصلحة الأبعد وهي المصلحة الأسمى، ما دونها كلها مصالح
بالإمكان أن تتحقق، لكن إذا جعلنا الهدف الأعلى هو المصلحة الشخصية أو الحزبية قطعا الكل خاسر. لذلك أتوقع أن يكون هنالك حلول سريعة وضغط من بعض القوى السياسية من أجل ذهاب مشروع قانون موازنة إلى القراءة من قبل البرلمان وبالتالي إقراره في المرحلة القادمة. شكرا لك سيد علي، أرجو أن تبقى معنا، والشكر الجزيل للخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن مشداني، كنت ضيفا جزيلا، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، أعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك رفضهما القاطع لتمرير قانون الانتخابات من دون أن يتضمن التعديل الجديد المادة 35 التي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين لما يمثله من خطر حقيقي يهدد المستقبل السياسي لهذه المكونات. فلنتابع. إن المكونين العربي والتركماني يطالبان الكتل السياسية والقوى الوطنية في مجلس النواب العراقي بالحفاظ على المكتسبات الوطنية وإدراج المادة 35 التي وضعت بتوافق كافة مكوناتها لتصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت وبيانات وزارة التجارة البطاقة التموينية لإبعاد مواطني محافظات أخرى من سجن الناخبين في كركوك وحصر المشاركة لأهالي كركوك فقط. إننا نحذر اليوم من التلاعب بأمن واستقرار محافظة كركوك والتعايش المترسخ بين أبنائها. الضغوطات السياسية هي التي تحاول أن تفرض نفسها في هذه الفترة، وهنالك ضغوطات لإبعاد هذه المادة المهمة والحيوية بالنسبة لنا، وأتصور الأيام القليلة القادمة في حال عدم الالتفات لمطالب أهل كركوك سوف يكون هنالك خيارات أخرى. الخيارات هي ضمن أو تحت سقف الدستور والقانون، لكننا مجتمعين مع الأخوة التركمان سوف نقوم بها للمحافظة على حقوقنا في أن يكون هنالك عملية انتخابية نزيهة وعادلة للجميع. عدم إدراج هذه الفقرة اليوم أيضا وعدم إعطاء لكركوك خصوصية خاصة يقلقنا بشكل واضح، ومن الممكن أن نرجع إلى المربع الأول، وقد إذا ما حصل المكون الكردي على أكثر من نصف مقاعد المحافظة في الانتخابات أيضا سنرجع إلى المربع الأول وسيطلبون بتغيير مصير كركوك. هذا أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل المكون العربي أيضا، لن نسمح بضم كركوك لأي إقليم، كركوك ستبقى عراقية ولكل العراقيين ولكل المكونات. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نجدد الترحيب بمستشار المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية الأستاذ علي فضل الله، وكذلك نرحب بالمتحدث الرسمي باسم المجلس العربي الموحد الأستاذ عزام الحمداني، انضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد عزام، وأبدأ معكم سيد عزام، يعني هناك اعتراضات على المادة 35 وإلغاء المادة 35 من قانون الانتخابات، لكن بداية هل تعرف المشاهد على ما هي المادة 35 وما هي المخاوف من إلغائها من القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حيا لكم ومشاهدي قناتكم الكريمة، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم. لا شك عندما نتحدث عن محافظة كركوك نتحدث عن محافظة عراقية خضعت هذه المحافظة العراقية لظروف سياسية صعبة تمثلت بسيطرة الجانب الكردي وتمثل بجميع القوى الحساب الثانية وتحديد منذ عام 2003 ولحد عملية فرض القانون. كانت هناك سياسة حالية بجانب عملت على استئثار القرار السياسي والاقتصادي الإداري، لم يكن المكون العربي وأيضا المكون التركماني قادرين على مشاركة القوى والأحزاب السياسية الكردية في سياقة القرار الأمني الإداري، وبالتالي أيضا كان كرد تأثير في فرض
عملية انتخابية تجيب لطموحات تلك السياسية بإمكانية أن تكون هناك مقاعد سواء على مستوى المحافظة وأيضا على مستوى البرلمان على رغم من العمل على تشكيل قانون انتخابي وأيضا لربما باتفاق مع قوى الأحزاب السياسية يعمل على تحقيق مكاسب سياسية. المادة 35 هي امتداد المادة 23 من قانون رقم 36 لعام 2008 الذي يعمل على ضرورة تدقيق سجل الناخبين. الكل يعرف بأن هناك أصوات انتخابية وبما يقارب 300 ألف نسبة من الكرد هم ليسوا من أهل كركوك، جاءت بهم الأحزاب والقوى الكردستانية من أجل إحداث تغيير ديمقراطي على حساب المكون العربي والتركماني وأيضا على حساب عراقية كركوك، وبالتالي دبش تلك الأصوات وزجها في سجل الناخبين جاء بنتائج انتخابية في على مستوى البرلمان في الفترات السابقة، وبالتالي لدينا مطلب سياسي وطني يتمثل بضرورة أن يكون البرلمان دور في تضمين المادة 35 التي توجب على تحقيق سجل الناخبين من أجل إخراج تلك الأصوات السياسية وتحديدا الأصوات الانتخابية التي هم ليسوا من أهل كركوك ولا يمتلكون الهوية والبطاقة الوطنية في كركوك، من أجل بناء عملية انتخابية ضامنة تكون ذات تكون شاملة وعادلة لجميع مكونات كركوك، وحتى يكون لعرب كركوك والمكون التركماني وحتى الكرد أن يكونوا قادرين على صياغة القرار الوطني فيما يتعلق بأن يكون أهل المحافظة هم المعنيين بالحفاظ على مكتسبات هذه المحافظة. أما ترك الأمور وإعطاء مجال لأجندة سياسية وتحديدا لحكومة قديم كردستان بأن تعمل على التأثير على هذا القانون الانتخابي وفرض أجندة سياسية تتمثل بإمكانية تمرير تلك الأصوات الانتخابية لأن كركوك ونجم ستمر بفوضى أمنية وفوضى اجتماعية على اعتبار أن العرب والتركمان لن يقبلوا بأن تكون كركوك ضحية لتلك الصفقات السياسية. طيب سيد علي فضل الله، يعني المتغيرات الديمغرافية أو التغيرات الديمغرافية حدثت في كركوك لأكثر مرة كما ذكر سيد عزام، لكن المادة 35 ليش ألغيت وهي ضمانة لمنع التلاعب أو زراعة الأصوات في غير محلها؟ ترحيب أيضا بالضيف الكريم من كركوك، وللأمانة لكركوك قد يكون يعني ظرف خاص أو ظرف سياسي خاص يختلف عن باقي المحافظات يجب أن يراعى من قبل البرلمان العراقي. أيضا نقطة مهمة جدا، لحد عام 2017 عندما كانت كركوك بيد الإدارة الكردية، كل الاحترام لأخوتنا في الأحزاب الكردية سواء الديمقراطية أو الاتحاد، كانت إدارة سيئة، كانت المحافظة تعاني من حالة انفلات أمني كبير جدا، وأكثر من دفع هذا الثمن للأخوة التركمان والأخوة العرب السنة في تلك المناطق. اللي من المفترض الآن يراعى حقيقة وتراعى مرحلة التغيير بعد عام 2017 شهدنا استقرارا أمنيا كبير جدا، هذا الموضوع برأيي كان من المفترض أن يراعى من قبل عموم الطبقة السياسية. المشكلة دائما في النظم البرلمانية هو نظام يحترم دائما التكتلات السياسية الكبيرة، وبالتالي قد يكون أو تكون الأحزاب الصغيرة ضحية هذا التقارب، وهذا الموضوع قد يكون الثمن كبير جدا بالنسبة للمكونات الصغرى. كل الاحترام هي كبيرة في مكانتها. طيب. سواء الأخوة الركمان أو الأخوة العرب السنة في كركوك. المادة 35 يعني يجب أن لا نزم الآن أنها حذفت من قانون الانتخابات باعتبار أنه لم يكتمل التصويت لحد هذه اللحظة على قانون الانتخابات، لذلك هذا الضغط الكبير يجب أن يحترم من عموم القوى السياسية تحديدا ائتلاف إدارة الدولة، وأعتقد هو مطلب قانوني، يعني المؤسف أنه مطلب قانوني ودستوري وينظم عملية الانتخابات ويعطي كل استحقاقه الانتخابي ضمن الجغرافيا جغرافية كركوك. لذلك هذا النقطة مهمة. اسمح لي سيد علي، هو الناس في كركوك ما يردون غير بس هاي المادة اللي هي تعني تدقيق سجلات الناخبين للحيلولة دون زرع أصوات من غير أهالي كركوك فيها، وبالتالي احنا عندنا أصلا مشكلة في العملية الانتخابية، عزوف الشارع العراقي عن الانتخابات واحدة من النقاط التي جبرت الشارع العراقي هسه في كركوك في باقي هو موضوع سجل الناخبين. سجل الناخبين هو يعطي دقة إلى حد ما كبيرة جدا في مدى صحة الأصوات الموجودة داخل هذه المناطق، خصوصا وإن كركوك في إدارة الأخوة الكرد يعني شهدت حقيقة إضافة أسماء
لا تسكن حقيقة كركوك، بل حتى شخصيات برأي أو أسماء ليست عراقية، الكرد الأتراك، الكرد الإيرانيين، الكرد السوريين كانوا موجودين داخل هذه العملية الانتخابية، وهذا ما أثر سلبا على موضوع ارتفاع أصوات الأخوة الكرد على حساب التركمان والعرب السنة. لذلك هذه النقطة ضرورية جدا ومصرية برأيي لضمان صحة الانتخابات في المرحلة القادمة. طيب أعود لك سيد عزام، وفقا لهذه المتغيرات هل كركوك مهيئة للانتخابات المحلية وهناك مشاكل حول المادة 35 وغيرها من النقاط أيضا في هذا القانون، هل يمكن أن نشهد عزوف عن المشاركة بالانتخابات القادمة؟ يعني لا شك مسألة المشاركة في الانتخابات تتعلق بمدى إمكانية الدولة العراقية على توفير بيئة آمنة لأي عملية انتخابية، مدى قدرة الدولة على تحقيق قانون انتخابي يتلائم مع طبيعة الثقافات السياسية والجماهيرية. الكل يعرف بأن كركوك تمثل مدينة مهمة وهي مدينة نفطية واقتصادية، وبالتالي هي محل اهتمام دولي وإقليمي، وأيضا يجب أن تكون محل اهتمام محلي على مستوى الدولة العراقية، على الدولة العراقية وتحديدا البرلمان العراقي أن يكون قادر على تشخيص طبيعة تلك الأخطاء السياسية التي ارتكبت من قبل القوى والأحزاب الكردستانية بإمكانية إزالة تلك العوائق والعقبات التي تعمل أمام عملية بناء عملية انتخابية نزيهة وحرة تضمن المشاركة جماعية، وبالتالي مدى قدرة البرلمان العراقي على تحقيق الشروط القانونية فيما يتعلق بتدقيق سجل الناخبين يعطي مساحة آمنة لمدى إقناع الشارع العراقي وتحديدا الشارع العربي والتركماني بأن الدولة العراقية والبرلمان العراقي جاد في أن يتعامل مع تلك الملفات بحساسية وبمهنية وبوطنية. أما ترك الأمور على حالها وترك الأمور على مستوى القرارات والأحزاب السياسية الكردية، نعتقد أن الشارع سوف يخرج عن صمته السياسي وسوف يخرج عن صمته الاجتماعي وسوف يعمل على انتقاد الدولة قبل أن يعمل على انتقاد القوى والأحزاب السياسية. ما يحدث في كركوك أن هناك موضوع قانوني بحاجة إلى معالجة قانونية، وأن هذه المعالجة القانونية بحاجة أيضا إلى معالجة تشريعية. نعتقد ونجزم بأن البرلمان على قوة المعني بحلحلة تلك القضايا، وأن تطبيق الشروط القانونية فيما يتعلق بتدقيق سجل الناخبين تعتبر مسألة دستورية قانونية. أيضا البرلمان في عام 2008 وفي عام 2013 صوت بعدم إمكانية إجراء انتخابات في محافظة كركوك على اعتبار أن هناك اعتراف واضح وحتى هناك تقارير دولية بأن سجل الناخبين مزور. كل يعرف بأن الكرد عندما دخلوا إلى كركوك منذ عام 2003 عملوا على إحداث تغيير ديمقراطي، وأن هناك حقائق ثابتة توضحت بشكل عام البرلمان العراقي وتلك المنظمات الدولية، وبالتالي كلما كانت الدولة قوية كلما كانت الانتخابات إيجابية وعالية المستوى في خروج الجماهير إلى الصندوق الانتخابي. طيب سيد علي، يعني التماسك ما بين تحالف إدارة الدولة والتوافق الواضح بين مكوناته، هل يمكن أن يكون على حساب مكونات محافظة كركوك من العرب والتركمان؟ يعني للأمانة يعني حقيقة السياسة ليست فيها ثوابت، الثابت في السياسة هو تحقيق المصالح. هنالك ضغوط كبيرة جدا على القوى السياسية وتحديدا على الإطار، والإطار برأيي الآن محرج يعني في موضوع هذه الأزمة. المؤسف ايضا انه من المفترض ان يكون هنالك تحرك من قبل الجانب الاحزاب السنيه باتجاه هذا الموضوع، لكن الضغط الاكبر يقع على عاتق الاطار، وكانه الاطار القوى العربيه السنيه وكذلك القوى التركمانيه تطالب الاطار بايجاد تغييرات والحفاظ على الماده 35 وغيرها، لكن اكو قوى سنيه موجوده في البرلمان، النواب السني ليش ما يتحركون حتى الان؟ ساد بشار يعني خلينا نوضح الصورة. لا. برأيي الآن وكأنه حتى الأخوة التركمان والعرب السنة في كركوك يلقون باللائمة على الإطار. لا. وهذه المشكلة حقيقة من المفترض أن تفهم باعتباره. ليش مو مشكلة؟ هو باعتباره الكتلة الأكبر وتستطيع على عين وراس كثير من القوانين. هنالك مسميات، هنالك من يمثل حقيقة المحافظات السنية، وبالتالي من المفترض أن يكون هنالك صوت أعلى من قوى الإطار. يعني إذا جينا إحنا الآن هنالك ناخب قدم شخصيات سنية تمثل في البرلمان العراقي، من المفترض أن هذه القوى هي قريبة لهذه الجغرافيا، من المفترض أن يكون تحرك أكبر
من قوى الإطار، لكن أن نجعل الإطار دائما المسؤولية على عاتقه ونخلي سبيل رئاسة البرلمان اللي هي سنية، من المفترض أن نشهد حراك كبير جدا من نواب الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالة في هذا الموضوع، مساند حقيقة لرؤية الإطار. طيب لكن أيضا هناك نواب من كركوك، خلينا نسأل سيد عزام، نواب السنة، نواب المحافظات السنية أو حتى نواب كركوك متحركين في البرلمان، عندهم حراك، عندهم مطالبات لتغيير أو الحفاظ على الأقل على المادة 35؟ يعني لا شك لدينا تخوف سياسي كبير بأن أغلب الجنة السياسية والتحديدا السنية منها لربما تتعاطف مع الطرف الكردي، على اعتبار أن الطرف الكردي مؤثر في العملية السياسية، ونحن لاحظنا عملية تشكيل ائتلاف إدارة الدولة اشتركت فيه جميع القوى والأحزاب السياسية وحتى الشيعية، وبالتالي لربما الكرد لديهم سطوة على أغلب قرارات المكون السني. نحن نجزم لربما هناك شبه اتفاق سياسي الدفع والعمل به على التضحية بالكون العربي، الكل يعرف بأن طبيعة استلام وتسليم المناصب في بغداد تم على أثر صفقة سياسية. علينا نجزم بأن الكرد مؤثرين على المستوى القرار الحكومي والتنفيذي والاقتصادي، وحتى القوى الأحزاب الشيعية تتعاطف لربما تملى عليه إملاءات من قبل حكومة الإقليم، على اعتبار أن المعادلة السياسية قام على مدى مشاركة الكرد في عملية تكوين الدولة. ونحن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن أغلب القوى الأحزاب السياسية وحتى السنية والشيعية بدأت تذهب، وتحديدا السنية بدأت تذهب للإقليم، ولربما تتلقى بعض التعليمات فيما يتعلق بتشكيل تحالفات والدخول في عملية بناء الدولة. لربما هناك شبه اتفاق سياسي، لربما هناك صمت سياسي من أغلب القوى الأحزاب السياسية السنية. نحن نعول على الأحزاب بطرفيها السني والشيعي على أن يكونوا حاضرين في عملية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، على اعتبار أن كركوك هي محافظة عراقية وهم يمثلون الدولة العراقية. أما التعاطي بشكل إيجابي مع طموحات المكون الكردي، نعتقد أن تلك الطموحات وأن هذا التعاطي هو تعاطي سلبي، على اعتبار أن كركوك تشكل وحدة عراق، وأن غياب كركوك عن المعادلة العراقية معناته تهديد لوحدة وأمن واستقرار العراق، وبالتالي يجب على القوى دعني أستوقفك في نقطة التهديد بشكل إيجابي. إذا تسمح لي سيد عزام، ذكرت أنها تهديد للأمن ويعني مخاطر، يعني حدثنا ما هي مخاطر تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، وفتيل الأزمة لا زال مشتعل في كركوك بحسب تصريح ورأي لي سيد أكرم تارزي. يعني لا شك تمرير هذا القانون بهذا الصيغة سوف يعطي مجال للقوى الكردستانية بأن تكون هي صاحبة القرار في عملية الوصول على أغلب المقاعد الانتخابية في مجلس محافظ كركوك، وبالتالي سوف يعمل أيضا على إسناد منصب محافظ كركوك للمكون الكردي، سوف يتبع تلك الإجراءات إدخال قوات البيشمركة والأساش، على اعتبار أن من يمتلك القرار السيادي في محافظة كركوك هم الكرد، وبالتالي سوف يعملون على إدخال قوات البيشمركة والأساش، وهذا سوف يعمل على تهديد السلم المجتمعي. هذا من جانب الوضع الأمني، أيضا من جانب السياسي أن الكرد عندما يكونوا قادرين على السيطرة على جميع مفاصل الدولة في محافظة كركوك سوف يعملون على ترهيب وترغيب باقي المكونات في محافظة كركوك، سوف يعطون صورة بأن كركوك تدار بطريقة كردستانية وتدار بطريقة إدارية تابعة لحكومة الإقليم، وهذا سوف يعمل أيضا على لربما العمل على تنعش على إنعاش موضوع الاستفتاء في سبيل تنفيذ بنود المادة 140. نعتقد أن مجمل تلك الأحداث هي مرتبطة بمدى قدرة الكرد على الدخول إلى محافظة كركوك بطريقة قانونية، وبالتالي قلب تلك الطريقة القانونية لصالح المكون الكردي. نجذب بشكل واضح بأن الكرد ينظرون إلى محافظة كركوك بأنها مدينة كردستانية، وهذا هو خطر وأزمة الخلاف ما بيننا وما بين المكون الكردي. يجب على الدول العراقية أن تكون حاضرة في كركوك، وأن المكتسبات وعملية فرض القانون يجب إدامتها بتطبيق موضوع عراقية كركوك من خلال تحقيق سجل الناخبين. يجب أن نقطع الطريق أمام كل المحاولات التي يسعى لها الكرد في سبيل السيطرة على هذه المحافظة، المحافظة التي تمتلك خزين نفطي هائل، والكل يعرف أن الكرد دائما ولحتى هذه اللحظة في أغلب بياناتهم ينظرون إلى كركوك يجب أن تكون من ضمن حكومة إقليم كردستان، وأن هذا التعاطي السياسي هو تعاطي صوري مع الدولة العراقية، لكن الحقيقة التي تكمن خلف تلك الكواليس بأن كركوك يجب بشكل ما أن تنضم إلى حكومة إقليم، سواء كان بسياسات الترهيب أو الترقيب، ونحن عشنا معهم قبل عملية فرض القانون وكانت الذاكرة سيئة، وتم رفع علم كردستان فوق العلم العراقي في محافظة كركوك على اعتبار أن كركوك أصبحت الكرد، لكن تلك العملية فشلت على اعتبار أن القوة السياسية وأن الجماهير العربية في محافظات الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط وحتى في الشمال وقفت بوجه هذا المشروع. نأمل أن هذا الإنجاز العراقي الوطني يستمر وأن يعمل على فرض عملية القانون واستكمال عملية فرض القانون. طيب.
من الناحية الأمنية وأيضا استكمال عملية فرض الشروط القانونية فيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات بسجلات أغلب بسجلات تضمن مواطنين يحملون صورة قيد أو أن يكونوا من نفوس أهالي كركوك وليسوا دخلاء من محافظات حكومة إقليم وحتى من دول أخرى التي عملوا من أجلها من أجل إجراء تغيير ديموغرافي في محافظة كركوك. طيب سيد علي، يعني المساعي المستمرة من قبل الأكراد لتكريد كركوك مستمرة، هناك حديث عن أن يجب تكون إدارة المحافظة ومرجعيتها بحسب نتائج كل انتخابات كل 4 سنوات، وأيضا هناك قبل أيام موافقة من المركز على أن تكون حلبجة محافظة كردية رابعة، ويعني موقف الأكراد يمكن تشوف أكثر من يستفيد من تحالف إدارة الدولة خاصة وفق المعطيات السياسية الحالية. هذا موضوع لا أتفق حقيقة معه. أنا أعتقد أن هنالك نية لموضوع عودة المادة 35، يعني هنالك ضغوط كبيرة جدا. المشكلة ليس في إقرار المادة في القانون بقدر ما تنفيذ المادة، يعني المشكلة في قد تكون في عدم شفافية بعض الوزارات التي ستكلف في موضوع تدقيق السجلات الناخبين باعتبار المسؤولية ألقيت على عاتق أكثر من وزارة ساندة وحتى المفوضية. لذلك الخوف ليس من إقرار المادة وعودتها إلى القانون بقدر ما تنفذ المادة بحذافيرها، تطبيقها بالضبط على أرض الواقع، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى شجاعة وإلى إرادة سياسية. وأنا أكرر الذاكرة السياسية قبل عام 2017 تقول أن كركوك من خلال الإدارة الكردية كانت سيئة على المستوى الأمني وعانت ما عانت كثيرا خصوصا في المناطق التركمانية وبعض المناطق السنية، بل كانت حتى مرتعة للإرهاب. لذلك على القوة السياسية عموما أن لا تنسى تلك الإدارة وتلك الفترة وتلك الحقبة وأن لا تجامل على المصلحة العامة. برأيي كركوك لها تأثير وطيف كبير جدا على محافظات مجاورة عديدة جدا بحكم الموقع الجغرافي وبحكم الأهمية الاقتصادية. لذلك علينا أن تكون لدينا رؤية استراتيجية بعيدة المدى وأن لا نجامل على حساب مكونات معينة من أجل المضي في فقرة قد تكون هي تكتيكية لكن على المستوى الاستراتيجي قد تكلف الدولة العراقية كثيرا. لذلك أنا أرى أنه من خلال هذا الضغط الكبير ستعود هذه المادة لقانون الانتخابات، ولكن ما نتمناه حتى من الأخوة التركمان والعرب السنة أن يكونوا حاضرين في موضوع تدقيق السجلات وأن تكون لديهم خطة حاضرة من أجل صحة البيانات التي ستقدم إلى المفوضية في المرحلة القادمة. الشكر الجزيل لكم المستشار المركزي الإعلامي العراقي للدراسات السيد علي فضل الله، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم المتحدث الرسمي باسم المجلس العربي الموحد الشيخ عزام الحمداني، شكرا لانضمامك لنا، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.